بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين ومتابعين قناة المزرعة من داخل سوق أبوير. النهاردة الخميس 21/9/2023 يا جماعة. خش نعمل لكم تقرير بأسعار الجاموس العشر والوالد والحلاب. صلوا على سيدنا النبي ودعمونا بلايك. بسم الله ما شاء الله. صباح الفل عمدة. صلى على النبي تبارك الله. النهاردة السوق طارح جاموس ما شاء الله. صلى على ناخذ الشبة دي في شبة دي عمدة شبدي شب. كام يا باشا عليها؟ عليها فلوس ولا فيها بيع وشراء؟ كام البيع وشراء طيب؟ على 12 لسه. على 12000؟ ها؟ لا يا اخي لسه بدري على الكلام ده. ها لسه يا اخي. روح صور هناك تعال صور في البيع. صور فين هناك صور؟ طب خذ التليفون روح صور انت. لا صور انت. ها؟ هاي جاموسه. انت عجبك جاموسه. روح عجبك جاموسه. صل على النبي صور. عشر دي ها؟ دي هي اللي تنزل. الله يوسع. لا انت اللي تنزل معانا النهارده. صل على النبي تبارك الله. اللهم صل على النبي. الله اكبر. العشر تسعة يا جماعة. العشر تسعة. اللهم صل على النبي. مش عايزين كلام يعني هنقول وصدف وقواقع والكلام ده مش عايزه كلام. اللهم صل على النبي. اللهم بارك. اللهم بارك. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. والده كم مره يا خال؟ الثالثه اللي بطنها والده. الثالثه اللي بطنها يعني والده مرتين ودي الثالثه. والفلوس 63200. والله والله يا جماعه لو في مكان ثاني بتجيب ال 75. بالصلاة على النبي تبارك الله. احنا طبعا يا جماعه بنقولوا الكلام ده ليه؟ عشان في ناس جاي يقول لك ايه 63000 غاليه. لا مش غاليه، هي الدنيا كلها غاليه دلوقتي. 63200. الصلاة على النبي. الولد الثالثه والعشر تخصش تحت 9 ولا 8؟ 9 9 تبارك الله ما شاء الله. الولد الثالثه اللي في بطنها وادي المحاليب يا جماعه. اللهم صل على النبي. الله اكبر. حناكل وحنشرب معاك. نورين عرب نورين والله. الله يوسع عليكم. قام التليفون بتاعك يا اخي لو حد عايز يتواصل معاك فيها. تواصل 011 00 4 0 2 3 9 2. فين يا شيخ العرب؟ كوبومبو حجازة. أحسن ناس حجازة يا عم. الصلاة على النبي. تجار الجاموس تلاقيه في حجازة ما شاء الله عليكم. يا الله أكبر. الصلاة على النبي. اسم الكريم يا شيخ؟ قاسم. ماشي عم قاسم. الله يوسع عليك. ناركم أبيض. هذا يا جماعة الجاموسة ما شاء الله. الله أكبر. الله أكبر. عشر دي يا معلم؟ عشر دي. عشر كام دي يا؟ سبع شهور. عشر سبع شهور يا جماعة. طبعا هو مش يعرف يعني إيه. عارفه والدتك كم مره قبل كده ولا لا؟ اول مره دي بكريه اول ولد يعني. لا ما شاء الله عليك عارف والله مخضرم. الله اكبر. الصلاه على النبي. عليها فلوس؟ كم اشتروا معاك طيب؟ 36. العشر كم؟ سبعة؟ عشر سبعة يا جماعه ب 36. زين رخيص. عشر سبعة ب 36000. على كد فلوس يعني يا جماعه مش بنقول حاجه. كد فلوس 36000 اهي. صباح الفل يا حاج. اخبارك؟ الله يوسع عليك. 36000 وراها لنا باشا. ماشي بالصلاه على النبي. الله اكبر. الله اكبر. بالصلاه على النبي عليكم. جاموسه بتحلب 3 و3 لبن دي بس كده ولا فيها طلوقه؟ 3 كيلو 3 كيلو 3 كيلو 3 كيلو اللبن. ايوه السلام تبارك الله. ما هو 43 43 بس ما تجيبش 3 و3 يا شيخ. لا اذا 3 كيلو ونص وكيلو ونص 2 ونص. قول 2 و2 خليه عشان اللي واخذ دماغ احسن من اللي ياخذ بالزايد. الصلاة على النبي. فيها طلوق على كده؟ ايوه يا اخي فيها طلوق يا جماعه. الله هذه الجاموسه ما شاء الله تبارك الله. اللهم صل على النبي. قلت لي كام 40 الفلوس؟ الفلوس 42. كم تليفونك لحد عايزها؟ نعم تليفونك كام لحد عايزها؟ والله مش حافظ. 011 011 23 98 0185. بسم الكريم حي سيد ابو زيد. ماشي عم سيد. الله يوسع عليك. اي يا جماعه بالصلاه على النبي. تبارك الله ما شاء الله. هلا كديها والله. الله اكبر. هذه واحده والده كمان يا جماعه.
الصلاة على النبي تبارك الله. اللبن 4-4 معنا. اللبن 4-4 يا جماعة، تحتيها النتائج الحلوة دي بالصلاة على النبي. والجاموسة يرمى وتبارك الله، وركز معايا في التصوير، أنا بحاول أثبت لك يدي على قد ما أقدر عشان تتفرج. تحتيها النتائج دي؟ تحتيها النتائج دي. واللبن 4-4. من 15 يوم يا معلم. مواليد 15 يوم، اللهم صل على النبي. اللبن 4 كيلو. تبارك الله، الله أكبر. هذا يا جماعة الله أكبر. اللبن 4 كيلو. صل على النبي تبارك. حاضر أخي. على قناة المزرعة يا حاج. على الفيسبوك وعلى اليوتيوب. والفلوس انا 42,000. ايوه ما انا قلت عشان العادي اجي. حاضر يا خال ان شاء الله حج يرزقك فيها يا رب باذن الله. على الولد الكام ده على كده يا حج؟ الولده الثالثه. الولده الثالثه دي. والفلوس كام يا حج ولا البيع والشراء؟ 46,000. كام؟ 66. يا ريل ده انا كنت اخذها منك يا ريل. 66. الصلاه على النبي. 66 يا جماعه، ورا الغلط قال 46. الصلاه على النبي. 66,000. واللبن 4 كيلو اديك على 4 كيلو. الصلاه على النبي. قام التليفون حق لو حد عايز له حاجه حلوه زي كده. رقم التليفون. ستة وستين ألف يا جماعة، تحتيها النتاية دي، مواليد 15 يوم. وبرضو الحكم لكم انتو، يعني طبعا انتو عارفين الجاموس بتشوفوه في قنوات تانية بمية وبتسعين وبسبعين والكلام دي. 011 يا زعيم. 011 عمدة. 5-3. 9-3. 2-2. 8-2. اسم الكريم حق هشام. هشام يعني. معلم هشام. اللهم صل على النبي. اسم الكريم يا عم هشام. ولديك 4 كيلو. 4 كيلو. من 4 كيلو بتاعتنا. تمام يا عمد الله يوسع عليك. 66 يعني. فلوس 66. ما تتعبش معايا بس، عايز افرجها للمشاهد فكالي بس. خلي كذا المشاهد يتفرج كذا. ايوه عشان دي هتنفع مع ناس، انا عارف ان دي هتنفع مع ناس، دي هتنفع مع ناس، فانا بفقها لك ومشها لك، ما تدخلش علي بلايك. جاي محجر يعني زي البلايك. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي عم هشام. ده الواقع، ده الطبيعي بتاعها. اللهم صل على النبي. الطبيعي بتاعها. هذا الحل من قدام يا جماعه. اللهم صل على النبي، لا حاجه طيبه. انا عشان كده بقول له فكه وديها حقها في التصوير. هذه يا جماعه الجاموس. هذه الجاموس. وادي الزقوه يا جماعه. 15 يوم. وادي الزقوه يا جماعه. اللهم صل على النبي، الله اكبر. الصلاة على النبي، حاجة حلوة وحاجة طيبة والله. شكرين يا حاج، الله يوسع عليك. خليك، الصلاة على النبي. قناة المزرعة. المزرعة على اليوتيوب يا حاج وعلى الفيسبوك. وادي بقرة. الجاموسة مع واحد مزارع يا جماعة بيشتروا فيها. حلبات. هذه تطلع لها ثالث ولدي كده جاموسة حلوة ما شاء الله تبارك الله. كم البيع والشراء؟ بيشتروا ب 58. بيشتروا ب 58 تحتيها النتائج يا جماعة. 58؟ كم الشراء معاكم عندك؟ 57 58. الولد الكام لي هذا على كده؟ ثاني ولدي. ثاني ولدي. ثاني ولدي يا جماعه ما شاء الله. يا حاجه احتي النتائج يا حاج ادروه. جاموسه زينه زينه يعني يا جماعه ما شاء الله. 500 اللي حدفعها انا يا رب ما يزيد. الله يرفع عليك. زي بعض. ما دفعها 500. صلاه النبي. في يا جماعه يعني هتلاقي في جاموس، الجاموس كثير ما شاء الله. عشره دي عمرك؟ 27. لبن دي يا جماعه شبه دي لبن. لبن الصبح عشيه لبن، فيها تلاقي اللبن وتلاقي العشر وتلاقي الورد. كم الفلوس يا حاج؟ 40,000. 40,000 يا جماعه. شديده شويه بس. ده تقرير. 3 دول معلم؟ والدين دول؟ ناخذ دول برضه قبل ما نقفل الفيديو ده. هذه اول واحده، دي شب، دي شبه بكريه دي؟ بكريه. دي بكريه اول ولده يا جماعه باين. خذ اللبن يا جماعه، اللهم صل على النبي. حسن احتياطك كم يا معلم؟ كم؟
ب 62 دقيقة معك. الصلاة على النبي. والثاني يا معلم؟ أنا الثاني ب 56. 56 تحتي إيه؟ تحتي ذكر؟ عندي حال 44 لبن. 44 لبن؟ والله حكي لا ضلك زي ما أنت. آه تمام. لبن كثير قوي. الصلاة على النبي تبارك الله. ما شاء الله. واللي هناك ده معلم؟ 61. الصلاة على النبي. الثلاثة بكاري ولا فيهم حاجة ثانية ولد ولا ثالث ولد؟ ثلاثة بكاري؟ كله بكاري. الصلاة على النبي عليه. إن شاء الله تبارك الله. اللهم صل على النبي. كم تليفونك يا معلم؟ 241 57 9756. ماشي يا معلم الله يوسع عليك. معلم أحمد ده يا جماعة. برضو يا جماعة احنا بنقوله تنبيه، انا ليش دعوة بالبقرة الجاموسة 4 4 5 5 6 6، انت تنزل وتبات عنده وتحلبها تكون محلبها من بالليل وتستنى صبح تشوف الوجبة بتاعتها كام. تاجي تتصل بي تقول انا رحت اخذت راي جاموسة من راي الاحمد دي بتاع فلان او علان طلع ناقص طلع زايد، انا ماليش فيه. انا كل اللي باع انا بوريك الحاجة بوريك بعرفك تجار، ما تزعلش مني في كده. لو عجبكم الفيديو ما تبخلوش علينا بلايك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.